دعيني في البداية أبدأ من هنا من أرض الاستدامة وبالتحديد من إكسبو دبي، حيث كنا يعني في إكسبو دبي 2020 والآن كوب 28. هذا الثوب نلبسه أو تلبسه دبي مجددا وهو دليل على ثقة العالم وثقة قياداتها بالإمارات وقادتها. وأيضا الأرض هنا تحكي وتروي عن نفسها أيام عز وأيام فخر، أيام وطنية بيوم الشهيد وعيد الاتحاد، وأيضا هذه الأيام جاء معها كوب 28 ليرى العالم ويصحب العالم في هذه الأيام الوطنية. وكوب 28 هذا الاجتماع القيادي الأعلى مستوى بقيادات المستوى على المستوى الرفيع فعلا كما يقال. فالأيام الوطنية ورحلتها إلى كوب 28 ما هي إلا رحلة الإمارات في الاستدامة، كيف كانت وكيف أصبحت لتصحب البشرية بيدها نحو كيف كانت الإمارات، وانظروا كيف أصبحت تقوم على ركائز الاستدامة. وهذا دليل قاطع لأكيد إنقاذ البشر والأرض من وإصلاح ما تم إفساده منذ سنوات. ميرنا عندما كنا صغار كان يطلب منا أن نكتب تقريرا عن او تعبيرا عن التلوث وعن الضوضاء. اليوم الموضوع اكبر من كتابه تعبير، الموضوع هو موضوع تغير المناخ، تغير الطقس. تخيلي ذوبان الجليد، تتحدثين عن اشتداد درجات الحراره، تتحدثين عن ندره المياه. وللاسف والشيء المحزن ان البشريه ونحن لنا اليد الكبرى في هذا التغيير وما يحدث الآن. لذلك اليوم العالم جاء لأكيد ليضع يده ويقف موقف حازم لإيقاف نزيف تغير المناخ. بدأنا بكوب 28 وقبلها كان كوي 18 وهو اجتماع للشباب. ضمننا أن هناك أجيال مؤمنة بالتغير المناخي وكيفية إيجاد الحلول. ثم انتقلنا إلى تسلم الإمارات قيادة كوب 28 وانطلاقا بالعمل المناخي القمة العالمية. ثم ذهبنا إلى تقليب صفحات هذا العمل المناخي بالحديث عن الصحة، الحديث عن أكيد التعافي، السلام. كل هذه الصفحات كان هناك تأثيرا بارزا وحضورا قويا للإمارات بقرارات تاريخية. نبدأها بقرار رئيس مؤتمر الأطراف كوب 28 معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الذي أعلن واعتمد صندوق اللي هو صندوق الخسائر، وهو أكيد منوط بالدول النامية ومساعدتها من الخسائر الكبيرة ب100 مليون دولار من الإمارات. ثم بعد ذلك في القمة العالمية قرار رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه ويرعاه بإنشاء صندوق لتمويل الابتكارات والحلول ب30 مليار. تتحدثين عن قرار أيضا كان تاريخي. الآن هناك أيضا بالأمس رأينا 100 مليون دولار من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه ويرعاه بدعم اللي هو مشروع الميل الأخير وهو ما يخص الصحة. فوجدنا هناك تأثير واضح من الإمارات. الإمارات لا تريد أقوال وإنما تريد أفعال. نعم.